نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الحمد لله تعالى الذي خلق السماوات والأرضين وجعل في السماوات الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض جعل الأنبياء والأولياء والصالحين ونفر قلوبنا بأنواع الإيمان والإيقان والإلفان والإحسان ووعدنا بالمغفرة والرحمة والرضا والعطاء والقدرة والقربة بإطاعة الله تبارك وتعالى وإطاعة النبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وجعل بناء الطاعة والقبولية وجعل بناء العبادة والتقوى والسعادة محبة له تعالى ومحبة للنبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى جعل محبة أصل الإيمان أبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى حديثي من الحديث النبوي الذي ذكر الشيخ في كلامه المبارك كان في برنامجي موضوع آخر ولكن لما سمعت عن الشيخ الحديث النبوي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وبركتها غيرت فكرتي وأردت أن أبدأ كلامي من هذا الحديث وأنا أشرح لكم وأبين لكم وأوضح لكم بعض معانيه وبعض معارفه كي نفهم معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده وإطلاقه في حياتنا وإعتقاداتنا كما ذكر شيخنا في حديثه المبارك الطيب قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أذكر المتن الكامل لهذا الحديث هذا الحديث الصحيح رواه الجماعة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجماعة صحابته مخاطبا قال إن يوم الجمعة أفضل أيامكم وذكر سبب أفضلية هذا اليوم قال إن يوم الجمعة أفضل الأيام ولما جعل هذا اليوم أفضل جميع الأيام
قال فيه خلق آدم. قال هذا قال هذا اليوم، اليوم المبارك الذي بدأ بغيره بعد صلاة المغرب، ونحن الآن في ساعات الجمعة المباركة. قال هذا اليوم هو أفضل الأيام. لما؟ ما هو سبب أفضليته على جميع الأيام؟ ذكر سبب الأفضلية وقال فيه خلق آدم. سبب أفضلية يوم الجمعة على جميع الأيام هو لأن في هذا اليوم خلق الله تبارك وتعالى سيدنا آدم عليه السلام. هذا اليوم يوم خلق آدم. ولذلك قال فأكثروا علي الصلاة، أكثروا فيه علي الصلاة. الآن نحن نجتهد أن نفهم الارتباط بين ثلاث كلمات. هذا اليوم أفضل الأيام الجمعة، وسبب الأفضلية هو لأن هذا اليوم فيه خلق آدم عليه السلام. الكلمة الثانية والثالثة قال هم، ولذلك أكثروا فيه علي الصلاة. فيجب عليكم أن أكثروا علي الصلاة صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، لأن خلق آدم عليه السلام في هذا اليوم. هناك أسباب. إذا كان هذا اليوم يوم خلق سيدنا آدم عليه السلام فيكون أحسن أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أن نصلي على سيدنا آدم في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو يوم خلقه وليس يوم خلق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة هو يوم خلق سيدنا آدم عليه السلام، ولكن هو قال في هذا اليوم الذي هو يوم خلق سيدنا آدم أكثروا علي الصلاة، فما قال أكثروا على آدم الصلاة. فما هي الحكمة يوم خلق آدم ولكن كثرة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حكمته ثابتة، لأن جميع الفضائل والكرامات التي ظهرت في سيدنا آدم عليه السلام في خلقه وبعد خلقه سبب جميع الفضائل والكرامات له هو النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأعطى الله تبارك وتعالى سيدنا آدم عليه السلام جميع الكرامات بواسطة النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه كان كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سئل متى وجبت لك النبوة قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. وحصل سيدنا آدم عليه السلام جميع الفضائل والمراتب والمكارم والكرامات عن واسطة النبوة المصطفية المحمدية صلى الله عليه وسلم في تلك الزمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وسيلة لسيدنا آدم عليه السلام. ولذلك قال هذا يوم خلقه ولكن صلوا علي في هذا اليوم، لأن أنا وسيلة له كما أنا وسيلة لكم. والأمر الثاني الذي نستنبط من هذا الحديث هو إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي لكثرة الصلاة والسلام
على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم إذا خلق آدم فكيف كان مرتبة كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الذي ولد المصطفى وهو يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فكيف كان فضيلته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا عيسى وفي حق سيدنا يحيى عليه السلام في سورة مريم قال له في حق سيدنا يحيى عليه السلام والسلام عليه يوم ولد يوم ولد لأن هذا اليوم يوم ولادة النبي ومناسبة اليوم المولد هو السلام. الصلاة من عند الحديث النبوي والسلام من عند كلام الله تبارك وتعالى ونجمع بين الصلاة والسلام في يوم المولد النبوي. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال في حق سيدنا عيسى عليه السلام بلسانه سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وسألوا الصحابة رضي الله تعالى عليهم اجمعين سأل الصحابة عنهم يا رسول الله وهاق وقال رسول الله صلوا علي أقصروا علي الصلاة في هذا اليوم فإنها معروضة علي كما قال الشيخ فإنها معروضة علي في هذا المكان أنا أقف وأبين لكم الأرض للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك طريقين إنها معروضة علي الأرض الأول الطريق الأول في الأرض هي بواسطة الملائكة إن الملائكة الملايون من الملائكة الملايين والملايين يلتمسون في الطرق يمشون في الطرق يلتمسون في الطرق ويلتمسون مجلسين إنهم في التماس للمجلس الذي يذكر فيه الله تبارك وتعالى والثاني يلتمسون المجلس الذين يجلسون الناس ويصلون على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويشاركون معه ويجلسون معه ويملأ الجب والفضاء من الأرض إلى السماء الملائكة مع الناس فإنهم يذكرون الله مع الناس ويصلون على النبي الحبيب المصطفى مع المصلين صلى الله عليه وسلم الطريق الأول هو فإنهم يعرضون الصلاة الذي صلينا على النبي على النبي الحبيب المصطفى بأسمائنا وأسماء والدينا وآبائنا وأجدادنا وبذكر أماكننا وكذا وكذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان ابن فلان هو يصلي عليه هذا الطريق الأول لا بأس ثابت بالأحاديث الصحيحة وهناك الطريق الثاني لهذه الأرض وجاء في الحديث الصحيح عبد الله بن مسعود وكثير من الصحابة في الأحاديث الصحيحة قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنت بدون واسطة الملائكة لأن صيغة تستعمل هنا تبلغني وتبلغني ترجع هذه الصيغة ترجع إلى الملائكة لا إلى الملائكة إلى الصلاة مباشرة إن صلاتكم إذا تخرج الصلاة على النبي من فهم من وجوهكم ومن فمكم إن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مباشرة صلواتنا نفسه بدون واسطة ملائكة وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلموا علي وصلوا علي وسلموا إن سلامكم يبلغني حيثما كنتم إن تسليمكم يبلغني حيثما كنتم إذا نسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع صلواتنا وتسليماتنا مباشرة بدون الملائكة وهناك السؤال
إذا يسمع النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم صلواتنا مباشرة وتسليماتنا مباشرة كما ثبت بالأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة إسناد من بعض الأحاديث الصحيحة وإسناد بعضها حسن وكلها جيد مضمونة مذاكرا العلامة ابن القيم هو تلميذ شيخ العلامة ابن تيمية في جراء الأفهام جميع أسانيد هذا الحديث والتعديلها وتوثيقها وثبت بالأحاديث الصحيحة إذا النبي صلى الله عليه وسلم يسمع فصلواتنا تبلغ مباشرة إلى النبي وسلامنا يبلغ مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الاحتياج للملائكة وقال في مقام آخرين الملائكة يبلغوني صلواتكم إنهم يبلغون أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام يبلغ أيضا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هناك طريقان واسطتان لو صلاتنا تبلغ مباشرة إلى النبي وسلامنا يبلغ إلى النبي مباشرة بدون الملائكة لما نحتاج ولما تحتاج الملائكة لأنهم يبلغون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف إنهم يستعملون هذا في هذا العمل شأن عظمة حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن الملائكة إنهم يبلغون صلواتنا وتسليماتنا إلى حضرة النبي المصطفى فيه عظمة حضرة المصطفى لعظمته ولعلو مرتبته والتبليغ الصلاة والصلاة بواسطة الملائكة لا تثبت كأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع مباشرة ليس هناك انتفاعا ولا تعارضا ولا تناقضا هذا طريق آخر وفي هذا هناك معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقربته بأمته وفي طريق آخر هناك إكرام لحضرته وتوقير له لعظمته لأن الملائكة إنهم مقررون من عند الله تبارك وتعالى كي يبلغون صلواتنا إلى حضرة النبي ومثل هذا الحكم هو كما نحن نعمل وكل عمل نحن نعمل صغيرا أو كبيرا خفيا أو جليا باطنا أو ظاهرا كل عمل وكل فعل يرى الله تبارك وتعالى مباشرة والله تبارك وتعالى لا يحتاج أي مخلوق من ملك أو جن أو إنس كي يصل أعمالنا وكي يخبرهم عن أعمالنا هو يرى كل شيء هو يرى كل شيء هو يعلم حتى قبل فعلنا وقبل عملنا هو يعلم ولكن على هذا إنه قدر الملائكة على يميننا ويسارنا بينهم يكتبون أعمالنا ويحضرون إلى حضرة الله ويخبرونه عبدك يا عمل هكذا عبدك عمل هكذا كذلك الملائكة يحضرون بأعمالنا إلى الله هكذا الملائكة يحضرون إلى المصطفى بصلواتهم يحضرون الملائكة ويخبرون بعد الكتابة لأعمالنا إلى الله تبارك وتعالى ليس معناه أن الله تبارك وتعالى هو لا يعلم فالملائكة تخبرونه لا هو يعلم قبل وجود أعمالنا حتى قبل وجودنا هو يعلم كل شيء ولذلك عندهم مفاتيح الغيب هو يعلم كل شيء بعد علم الغيب حتى على هذا علم الغيب يحضرون الملائكة للجلال لإكرام جلالته قدره لإكرام جلالته لإكرام جلالته حضرة الله تبارك وتعالى هكذا يحضرون الملائكة لإكرام حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والأمر الثاني سأل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى على مجمعين على هذا القول
عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يكون بعد وفاتك يكون هكذا بعد وفاتك إن صلواتنا هل ترد عليك حتى بعد وفاتك وإن صلواتنا تبلغك وإن سلامنا تبلغ حتى بعد وفاتك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بعد وفاتك وقال في هذا المقام مجيبا لهذا السؤال قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فمعنى هذا الحديث أن الأنبياء والنبي الحبيب المصطفى حي بروحه وجسده في قبره وهو ينزلنا وهو يرانا ويرى أعمالنا مطابقة لقول الله تبارك وتعالى قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وهذا الأمر من الله تبارك وتعالى ونقطة عجيبة النقطة عجيبة في هذا الشأن كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي أمرنا الله أن نصلي عليه ونسلم عليه بعد ولكن جعل الصلاة على النبي سنة له قبل الأمر وجعل أمرا لنا بعد وجعل هذا الصلاة على النبي الحبيب المصطفى سنة له قبل هذا الأمر قال إن الله وملائكته يصلون على النبي باللغة العربية هذا جملة اسمية هذه جملة اسمية وفي الجملة الاسمية لا تنحصر في الزمان واحد ليس محصورا في الماضي ولا محصورا في الحال ولا محصور في المستقبل يعني إذا ورد العمل والحكم والأمر في الجملة الاسمية الاسمية هو يستقر ويستمر في الماضي والحال والمستقبل في جميع الأزمنة ولذلك قال الله تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي أخر الفعل ومعنى هذه الجملة معنى إن الله تبارك وتعالى هو كان يصلي على النبي قبل جميع الأزمنة قبل جميع الأماكن قبل خلقكم يا أيها الناس وقبل خلقكم أيها المخلوقات إنكم لن تكونوا ولكن كان الله كان يصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأرض ما كانت وأن السماء ما كانت وأن جميع الخلائق ما كانت ما كان وما يكون قبل وجود كل شيء في هذه الكائنات إن الله وملائكته إن الله كان يصلي على النبي حبيب المصطفى قبل كل شيء يوجد في هذا الكائنات كان يصلي على النبي هو المصلي وكان الفاعل وهو كان يصلي على النبي إذا لم يكن النبي الحبيب المصطفى موجودا كيف يصلي عليه السلام في أثناء الصلاة هل يجوز لا يمكن لا نجوز لا يجوز لا يمكننا أن نجيب ويقول وعليكم السلام لأن لو كنا معهم قال لو وجابنا وقال وعليكم السلام بطل الصلاة لأن هذا الكلام لغير الله هذا الكلام لغير الله والكلام لغير الله والتوجه لغير الله والالتفات إلى غير الله يبطل الصلاة ولكن أدخل الله تبارك وتعالى الصلاة على النبي المصطفى والسلام على النبي المصطفى في الصلاة وقال نعم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ونحن نخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتوجه إليه ونحن نلتفت إليه ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجيب وبعد هذا الصلاة أمرنا أن نسلم اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فأدخل فجعل الصلاة والسلام جزءا في عبادته لإزدياد كرامة الصلاة لإزدياد كرامة العبادة والأمر الآخر في هذا المكان هو كل عمل
لو كانت الصلاة والحج والصوم والزكاة وعو عمل الخير قبوله هو ظني. لو شاء الله تبارك وتعالى قبل، لو لم يشاء لم يقبل. ليس القبول لأحد من الأعمال الصالحة ليس قبوله قطعي إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبوله قطع، قبولها قطعي. إذا نحن أدى لفظ اللهم صل على سيدنا محمد، إذا خرج لفظ الصلاة قبل الله تبارك وتعالى. وليس هناك إمكان الزني، إمكان الرد هو المقبول قطعيا. ولذلك نحن لهذا نقطة عجيبة، نحن لا نصلي من عندنا، نحن لا نصلي من عند أنفسنا، نحن لا نقول إنا نصلي عليك يا محمد، نحن لا نقول هكذا، نحن لا نقول إنا نصلي عليك يا محمد، لا. قال الله تبارك وتعالى: لا تصلوا من عند أنفسكم لأن أفواهكم ووجوهكم ليس له هذه الطهارة للصلاة على النبي المصطفى. قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، أرسلوا الصلاة على النبي إلي، اجعلوا الصلاة الدعاء والالتماس والالتجاء إلي، وأنا أصلي على المصطفى من عندي ومن عند أنفسكم. نحن لا نصلي مباشرة من عند أنفسنا، نحن نستدعي في جناب الله تبارك وتعالى ونقول دعاء اللهم صل على سيدنا محمد. نحن لا نستطيع أن نؤدي حق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نحن لا نعرف منزلة المصطفى، ونحن لا نعرف قدر النبي المصطفى. نحن نرسل الصلاة على النبي إلى حضرته، فأنت ترسل من عندك صلاتنا ما عند صلاتك إلى النبي المصطفى. صلاتنا مرسلة إلى الله، ولذلك هي قطعية في كل حال، لأن هي شاملة مع الصلاة، صلاة الله على النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث كلمة الأخيرة في هذا نفس الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله لي روحي حتى أرد إليه عليه السلام. ما من أحد، ما قال ما من أحد من بشر، ما من أحد من الإنس، لا، قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد السلام لكل مسلم. وبعض الناس لخطأ فهمهم إنهم يفهمون، إنهم يقولون هذا رد الروح في جسد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نصلي عليه يرد الله روحه في جسده، وبعد ختم الصلاة يخرج روحه من جسده. أستغفر الله العظيم، أنا أسأل مني سؤال لهم: هل ها هنا دقيقة واحدة في الكائنات إذا لم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من الملائكة ينزلون على قبره صباحا ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويمسحون بأجنتها على القبر المصطفى، و70,000 من الملائكة ينزلون مساء، وهكذا كل يوم وكل ليل مقام المصطفى مملوء بملائكة الصلاة وملائكتك الذين يصلون عليه في كل لحظة وساعة ودقيقة، وليس هناك دقيقة إنهم الملائكة، وفوقهم إن الله هو يصلي من عنده يمن النبي المصطفى، ولا يحتاج وقتا ولا يحتاج ساعة ولا يحتاج دقيقة، فهو يصلي دائمة مستمرة، والملائكة يصلي عليه دائمة مستمرة، وأمته تصلي عليه دائمة مستمرة. فمعناها رد الله روحه وروحه يسمع صلوات كلهم، وهي لا يخرج من جسد المصطفى الى يوم القيامة.
هل هو مكان أعلى من جسده في الآخرة؟ هل هناك مكان آخر أعلى من جسد المصطفى في الجنة؟ لأن هنا بعض الله تبارك وتعالى، أنا أختم كلامي على هذه النقطة. قال الله تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. كل ساعة الذي جاءت في الآخرة بعد هي تكون أعلى من الساعة الأولى. أنا أقول كلمة على يعني قياس شرح للآية القرآنية، لو نفهم خرج الروح من جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم وحضر في حضرة الإله وسأل الروح الله تبارك أين يكون مكاني بعد الخروج من جسد المصطفى، لأن وعدك هو الحق، أنت قال وللآخرة خير لك من الأولى، خير لجسده وخير لروحه. إذا خرجتني من جسده لبعدك، هل هناك مكان أعلى من مكان الجسد المحمدي؟ هل هناك مكان أعلى من الجسد المحمدي؟ فدعني هناك، فدعني هناك. قال الله تبارك وتعالى: ليس لا يوجد مكان أعلى من الجسد المصطفى في خزائنه، لا في الأرضين ولا في السماوات ولا في الجنة ولا في أي مكان خلقته. قال الروح يعني في الفهم، فرج إلى جسده، لأن جسد المصطفى هو أعلى المقامات الخلقية. ولذلك رسول الله هو حي بجسده وروحه، وهو جعل المعراج والإسراء بجسده وروحه، وحي بجسده وروحه حتى سيبعث من قبره صلى الله عليه وسلم يوم الآخرة ويوم يبعث إلى المقام المحمود، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى يبعثك الله مقاما محمودا لا يفترق روحه من جسده، هو يسمع وهو يرى أعمالنا وأحوالنا وصلواتنا وتسليماتنا وظواهرنا وبواطننا. إنه صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في صحيح البخاري ومسلم الحديث متفق عليه: إذا كانوا الصحابة كانوا يصلون خلفه وهو كان أمامهم صلى بهم، وقال: إني أراكم ورائي، إني أرى صلاة صلواتكم، وإني أرى ركوعكم وخشوعكم، وإني أرى ورائي كما أرى أمامي. هكذا كان يرى في كل الأطراف، هكذا هو يرى الآن، وهكذا هو يرى في الكون ويرى في المستقبل. إن نحن إن شاء الله ببركة الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني هناك قربة موجودة، ولكن البعد هو من عندنا، البعد يوجد في فهمنا، البعد يوجد في فكرتنا، البعد يوجد في أعمالنا، البعد يوجد في أرواحنا. ليس هناك بعد، هناك قربة مطلقة، ونحن محجوبين في بعدنا. ولو يرفع الله تبارك وتعالى هذه الحجب، حجب البعد، نحن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يرى الأولياء والصالحون في كل لحظة. وأختم على قول سيدنا أبو العباس المرسي، هو قال: لو حجبت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما عددت نفسي من زمرة المسلمين. طرفة عين، هناك الأولياء والصالحون إنهم يرونه ويرون حسنه ويرون جماله ويرون تجلياته في كل لحظة بعيون القلوب، وليس هناك حجاب. نحن محجوبين، نحن ندعو في جناب الله تعالى أن يرفع لنا حجبنا كي نرى جمال رسول الله ونرى جمال الله تبارك وتعالى في قلوب وجودنا في هذه الدنيا والآخرة. وما علينا إلا البلاء. ما شاء الله على الشيخ، لقد رقاكم إلى مقام عظيم، مقام الولاية ومقام الفتوح ومقام التحقيق اللي تكلمنا عليه، رقاكم فيه.
فسيروا على هذا النهج حتى تلتمس نفوسكم هذا الترقي، لأن العلم يهدف بالعمل. العلم هذا علم لكن يريد عمل، فإن أجبت وإلا ارتحل. إذا أجبت هذا الكلام تقوى، وإن لم تجب ترتحل.